الموسم كان صعب في البداية، بدأنا يعني كان مطالب منا في نو تايم انه يحصل ترانسفير من سنة يعني كبيسة علينا كلنا لسنة يبقى فيها مكسب. انتوا كجهاز بقى من وجهة نظر الجهاز ايه اللي كان مطلوب؟ طبعا احنا بداية دخولنا في الجهاز السيدات السنة دي طبعا كان كابتن خالد العوضي، طبعا كان تواصل معانا انا ومجموعة كابتن محمد عادل وكابتن بيشو وكابتن خالد، فطبعا كان كل هدفنا ان احنا كان موسم بالنسبه للفريق كان السنه اللي فاتت. فاكر كان الكلام ده كان شهر كام؟ الكلام ده كان في شهر تقريبا، كان شهر اخر شهر سبعه. اخر شهر سبعه. كان بدايه الكلام. قعد معاكم وكلام. بالظبط كده. انتوا الثلاثه مع بعض ولا كل واحد؟ لا، كان كابتن محمد عادل الاول. وبعد كده بدا كابتن محمد عادل يحط القوام الجهاز بتاعه. ده طبيعي، ده اللوجيك. بالظبط كده. فقعدنا مع بعض اول مره، كان هدفنا كله ان احنا اسم النادي الاهلي ما ينفعش ان هو سنه تعدي عليه بالشكل ده، ان احنا نقدر دايما متعودين في النادي الاهلي ان هو طلباتنا هو كان في لازم يكون في تدعيم، طبعا احنا كنا شايفين اللي كان فيه نقط ضعف في الفريق ان احنا نقدر ندعم فيها، كان عندنا مشاكل، كان عندنا اصابات عشان كده تقى و بالظبط كده، وكان تقى كمان عشان تقى كمان يعني مواليد 2004 تقدر تساعد الفريق بتاعها وهي معانا برضو، يبقى في ميكس ما بينها ما بين امينه نفس الكلام لا امينه 2002 كانت كان درجه اولى على طول. فطبعا احنا كانت بدايتنا ان احنا قلنا ازاي ان احنا نقدر نوصل بيهم لشكل يليق بالنادي الاهلي، ان هم تاني يرجعوا ثقتهم في نفسهم تاني. دي كانت اول حاجه العامل النفسي ان احنا نشتغل عليه، والحمد لله قدرنا ان احنا نشتغل العامل النفسي. كابتن، بدايه الموسم كانت صعبه بالنسبه لكم، المنتخب كان بيتجمع خمس ايام في الاسبوع، اربع ايام، خلينا اكون دقيق، اربع ايام بيتجمع بالظبط كده، حد واثنين وثلاث واربع، وبيقول لكم اللاعبات يوم خميس بتلعبوا جمعه وسبت بالظبط كده، لا في هارموني ولا في تدريب ولا في سيستم. قعدتوا على الوضع ده شهور. طبعا كان في بدايه الموسم كان عندنا مشكله كبيره جدا في الموضوع ده، ان احنا ازاي عايزين نعمل التوليفه ما بين المجموعه اللي لسه جايه جديده علينا على الفريق يعني والشباب اللي كانت لسه طالعه، فدي طبعا كانت عندنا المشكله كانت عندنا صعبه جدا ان احنا نقدر نظبطها. فطبعا كان المنتخب ساعتها كان قرر ان هو يبقى فيه منتخب سيدات، صحيح، ان هو يشارك في بطولات افريقيا وان هو يبقى فيه انتاج بعد كده قدام. فطبعا دي كانت عندنا بالنسبه لنا مشكله كبيره جدا، ودي كان اول سبب من اسباب ان احنا كانت بدايه الموسم بتاعتنا ما كانتش موفقه قوي. بس الجميل انتوا ما اتكلمتوش طبعا في الاول وفي الاخر. طبعا بص، في الاول وفي الاخر طبعا هو منتخب مصر، هو حقهم طبعا ان هم، وطبعا بالنسبه لهم هم ان يبقوا موجودين في منتخب مصر دي حاجه كويسه جدا طبعا. فطبعا احنا ما اتكلمناش وده حق المنتخب، بس احنا اتكلمنا ان هو مطلوب ان هو بدل ما يبقى اربع ايام يبقى يومين، ان احنا برضو نقدر نشتغل عشان ما يبقاش في تاثير، وفي نفس الوقت هو المنتخب هيستفيد من الشغل بتاعنا ان البنات هيبقى جاهزه معانا. فدي طبعا النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها وقعدنا ازاي نقدر نوصل بشكل كويس طبعا الفرقه ان هي تقدر توصل بالشكل ده، والحمد لله ربنا وفقنا، وطبعا مساعدتهم هم تعبوا معانا كتير واستحملونا في حاجات كتيره جدا.